وقع أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الدودي وكاتبة الدولة الإسبانية في البحث والتنمية والابتكار كارمن بيلا أولمو على مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي والتقني، وتهدف هذه المذكرة إلى تسريع مسلسل إجراءة مشاريع البحث ذات الأولوية، وكذا إلى فتح آفاق التعاون بين المؤسسات والجامعات المغربية ونظيراتها الإسبانية. هذا اتفاقيه مع الطرف الاسباني تهدف الى توطيد العلاقات على مستوى البحث العلمي لان تقليديا كنا نتقاسم المعرفه الان نريد ان نتقاسم البحث العلمي وتتميم البحث العلمي مع الجامعات الاسبانيه والطرف الاسباني الحمد لله منسجم مع الطرف المغربي وهناك تعاون كبير وتشمل محاور البحث ذات الأولوية بالنسبة للبلدين مجالات الطاقة الشمسية، الموارد البحرية، والصناعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن حماية البيئة والغابات. المذكرة التي تم توقيعها اليوم بين المغرب واسبانيا تتضمن محاور تتعلق بالتعاون القائم بين البلدين في مجال البحث العلمي وتبشر بمستقبل واعد في هذا الميدان خاصه وان البلدين يواجهان معا مشاكل متعلقه بالمياه وتغيير المناخ. وقد جرى توقيع هذه المذكرة عقب جلسة عمل جرت بحضور الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سمية بن خلدون وتبحث خلالها الدودي وبلا ألمو حول سبل دعم التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي